وكل اللي نقدر اقوله انه هذه اللجنه وفكره اللجنه الاستشاريه هي فكره جاده للغايه. يعني انا شايف ان لسه الراي العام ما استوعبهاش لانها لم تعرض عليه. لكن هي هتعرض لما ينزل القرار ويشوفوا بالتفاصيل ايه الاختصاصات وايه طريقه عمل اللجنه يمكن يقتنعوا بانها في محلها. هي باختصار شديد هل جدا. هل فقط لانه الناس مش عارفه التفاصيل ولا لانه في جفاء كده بيننا وما بين اي حاجه استشاريه بدءا من مجلس الشورى وانتهاءا باي لجنه استشاريه لاي مشروع؟ ده صحيح وده مشروع فعلا لانه الاستشاره عموما في مجتمعنا لم تؤخذ بمحمل الجد لانه غالبا الحكام في العهود السابقه كانوا يتصوروا انهم مش محتاجين الاستشاره. يعني هم عارفين كل حاجه والمسائل بتمشي زي ما هم عايزين.